تعال نشوف كده ترتيب المنتخب المغربي بعد نجاحه في الوصول لقبل النهائي، 11 قفزة نوعية. أعتقد 11 11 مركز، هو بقى ال 11 هو بقى محمود ال طلع 11 11 طبعا على مستوى العالم، بعد طبعا والأول عربيا إفريقيا وافريقيا. وعربيا وإفريقيا، وبالتالي أعتقد هتبقى برضو قفزة نوعية. طبعا ده ترتيب منتخب المغرب مقارنة بالمنتخبات الأفريقية على مستوى القارة الأفريقية، هو نمرة واحد. على مستوى العالم هو هما رقم 11 11، نط 11 مركز، يس تقدم في كان مركز الترتيب 22 11 مركز للأمام. طبعا تراجع المنتخب السنغالي مركز واحد عشان يبقى الثاني على مستوى أفريقيا، و19 على مستوى العالم. ثم المنتخب التونسي تقدم بقى 29 على مستوى العالم. ثم في المركز الرابع الكاميرون تقدمت 10 مراكز. أعتقد فوزها على البرازيل برضو طبعا يعني إلى حد طبعا كبير برضو مالهم، ساهم في ده، لان وصلت الكالكوليشنز ل 33، نفسها، الكالكوليشنز نفسها بتبقى على بتعتمد حسب قوة المنتخب. انت لعبت منتخب فريق عامل صح ازاي. صحيح. فبقت ال 33 تقدمت 10 مراكز. نيجيريا تراجعت 3 مراكز بقت ال 35. الجيريا او الجزائر تراجعت مركز 38 تراجعت مركز واحد. مصر تراجعت مركز بقت في المركز ال 40. ثم مالي في المركز ال 45 تقدمت مركز واحد. ده طبعا الترتيب العالمي. الترتيب العالمي، البرازيل طبعا في المركز الاول، فرنسا في ما المركز كانتش الثاني. البرازيل قبل البطوله، كانت لا البرازيل قبل البطوله على طول كان الاول وحافظوا على مركزهم قبل كانوا الاول البطوله على حافظوا طول. على مركزهم. فرنسا في المركز الثاني طبعا طلعوا مركزين، طيب منتخب الارجنتين حافظ على مركزه في المركز الثالث، بلجيكا هي اللي تراجعت تراجعت بلجيكا تراجعت مركزين لانهم كانوا في المركز المركز الثاني الثاني. لما لعبوا المنتخب المصري، ووقت ما تغلب عليهم المنتخب المصري قبل ايوه البطوله كانوا في المركز الثاني. المنتخب الانجليزي حافظ على مركزه في المركز الخامس، المنتخب الهولندي تقدم مركزين بقى في المركز السادس، المنتخب الايطالي طبعا بيدفع ضريبه انه لم يشارك في كاس العالم وبيتراجع مركز، المنتخب البرتغالي بيتقدم مركز، المنتخب الكرواتي في المركز التاسع بيتقدم 3 مراكز طبعا بعد صعوده لنصف النهائي، والمنتخب الاسباني بيتراجع 3 مراكز ويصبح في المركز العاشر. عالميا يمكن انا بقى الحقيقه بعد فوز كرواتيا كمان على البرازيل قلت انه تجربه كرواتيا تستحق برضو ان احنا ننظر ليها بعين الاعتبار. طبعا فريق على مستوى الانديه ما عندوش انديه كبيره، ما عندوش انديه ظاهره على مستوى المنافسه على اوروبا. عندنا طبعا، طب خلينا نشوف ياسين بونو، لانه خلينا نقول انه برضو ياسين بونو مع خط دفاع المغرب نجوم وعامل اساسي في نجاح المغرب في الوصول للنقطه دي في المونديال. في 4 مواجهات صعبه، في مواجهات منتخبات زي كرواتيا زي بلجيكا زي اسبانيا زي البرتغال. البرتغال، انا ممكن احط لك 20 اسم مثلا بيضمهم ال4 منتخبات دول، كفيل كل واحد منهم ان هو يسجل هاتريك في كل مباراه. ورغم كده نجح ياسين بونو خط دفاع المغرب ان هم يحافظوا على نظافه شباكهم في ال4 مواجهات. كرواتيا اللي طلعت البرازيل، بلجيكا اللي فيها مدججه بالنجوم كاراسكو دي بروينا، اسبانيا ايدن هازارد، اسبانيا، البرتغال، يعني اعتقد طبعا نجاح مبهر الحقيقه لقوه الدفاع المغربيه. تتوقع مين الناحيه الثانيه؟ كرواتيا الحقيقه اللي بشوفها برضو تجربه محترمه جدا جدا. الناس دي كانت وصيفه البطوله وابتدوا البطوله دي والناس بتقول عليهم فرقه عواجيز ونجحوا الحقيقه في الوصول لقبل النهائي، ولا الارجنتين؟ كرواتيا عندها مدير فني كبير قوي، زلاتكو داليتش، مدير فني كبير قوي قادر يستخدم. هم فعلا مجموعه عواجيز يعني هي بس مش باين في كمعدل الملعب، اعمار. مش باين ما في انا اقول لك الملعب. كمعدل في اعمار، الملعب قصه تانية. لكن انه المردود يبقى بالشكل ده طبعا تحسب للمدير الفني، تحسب لخط وسط مرعب بالنسبه لي في لوكا مودريتش، كوفازيتش، بروزوفيتش، خط وسط مرعب، خط وسط الافضل على صعيد التماسك في المونديال. بس برضه في النهايه انا احترم جدا قدرات اللعيبه دي، بس في النهايه لما اجي ارص لك كده يا دكتور اول 20 اسم على مستوى اللاعبين في العالم مفيش منهم ولا اسم كرواتي. طبعا يمكن يعني لوكا مودريتش هو اللي كان بيدخل في بعض كان الاوقات بس. بيست بلاير في نسخه، طبعا لكن النهارده لوكا مودريتش مش هو يعني مش في التوب 20 على في تراجع الاقل. بدني على الاقل، لكن انك تلاقي المدرب اللي قدر يهيئ يوظف اللاعبين ويوصلهم الى هذه الحاله من الجاهزيه البدنيه والفنيه وانت داخل المونديال وانت عندك معترك ومستوى التنافسيه عامل ازاي. طبعا تحسب لزلاتكو داليتش، تحسب لمجموعه وسط الملعب. ماتش صعب قوي بين الارجنتين وكرواتيا، شايفها راحه الارجنتين. صحيح شايفها انا رايحه الارجنتين اكتر لوجود ميسي، يبقى ميسي أنا المرجح. بعد الموقف بعد نهايه ماتش الماتش هولندا بتاع هولندا ده، يعني انا طول عمري ارجنتيني الهوايه، انا بحب الفرقه اللي بتلعب كوره حلوه. ارجنتين طول عمرها فيها نجوم، انا يعني مارادونا، ريكيلمي، اورتيجا، باتيستوتا، يعني فيهم نجوم لازم تحبهم. لكن الحقيقه بعد موقف ميسي امبارح اتضايقت، يعني اتضايقت الحقيقه، وتحولت مشاعري تجاه منتخب الارجنتين، واتمنى ان كرواتيا تطلع الارجنتين بالبطوله. والله بص يعني بعيد عن الموقف واللي انا متفق معاك فيه جدا،
لانه ما بحبش التعالي، ما بحبش التكبر طبعا، ما بحبش انه الموهبه او الاحساس بالذات يطغى على فكره الاحترام والاخلاق والانسانيه. واللقب بيجي فوري للاسف. صحيح. يعني اللقب بيجي بعد المواقف دي بيجي فوري، وفي بعض اللاعبين والامثله حصل لهم نفس الموقف يعني. فنرجع تاني بقى لميسي، انا شايف ان هي لوجود ميسي، لوجود مارتينيز، فرصه رغم ان كرواتيا عندها ليفاكوفيتش حارس مرمى عظيم، هو سبب تاهلهم امام البرازيل. متفق معاك. لكن تبقى المباراه طبعا 50-50، انا بدي شويه بريفليج ولا 1% للارجنتين. طبعا مباراه المغرب فرنسا قلبي دايما مع المغرب منذ المباراه الاولى. طبعا. مباراه صعبه جدا جدا جدا، لكن للي عمله المنتخب المغربي انا برضو بالنسبه لي 50-50. 50-50. 50-50 طبعا. لو اي حد تاني بيلعب فرنسا كنت هقول فرنسا عندها بريفليج طبعا 10%. بلوجود الزخم بتاع اللاعبين خاصه في الخط الامامي، جريزمان، كيليان مبابي وجيرو. لكن اللي عمله المنتخب المغربي ليس تعاطفا، اللي عمله المنتخب المغربي فنيا يستحق ان اقول المباراه 50-50 طبعا.